إذن مشاهدي جريدة تعبير، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة القنيطرة. إذن حصري زيارة اليوتيوبر المعروف من المشاهير، المعروف بالمشاهير اللي هو نزار سميتي، كيزور اليوم نزار. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك. سبب الزيارة اليوم؟ سبب الزيارة هو جينا نطلعوا على نور الدين الشينوي. أنا الصراحة كنت واجد من مدينة قنيطرة، كندير شي أعمال عندي هنايا، حتى جا عندي الصديق ديالي نيبالا قال لي نور الدين الشينوي اش ما فراسك راه داو للسبيطار. أنا سولته قلت له أين السبيطار؟ قالوا لي السبيطار ديال قنيطرة. قلت له صافي، بحكم أنني أنا قريب أنا في هذه المدينة أنا، قلنا زين نشوفوا كتاب ما كتابش راه غنقولوا ليه، غنقولوا عليه هضرة اللي هي زويونة. أنا الصراحة نور الدين الشينوي أنا ما نكذبش عليكم، وما كاين والو من داكشي اللي غادي يدور في دماغك. انا داك السيد كنحترمو وعزيز عليا، بدا من والو داك السيد انا كنحترمو بدا من والو، ما فيش داك التعنصر اللي كاينين في لي زانفلونسور ديال دابا. يعني انا ما عرفتش داك السيد، ما فهمتش كيفاش كان غادي بخير، وانا فرحت ليه والله، والله تعالى شاهد على كلامي. انا قلت هاد السيد الحمد لله بادي وطالع، يعني انا حاضر المراحل ديالو تدريجيا يعني كنشوفهم. يعني اول واحد تبعو باش ما نكذبش عليكم هو انا يا قبالي الحمد لله. يعني اول واحد انا هاد السيد قلت غادي يطلع، هاد السيد غادي يطلع، والحمد لله الحمد لله دخلت للحبس وخرجت لقيته حاليا مع راكم تشوفوا نواصل. اوكي نكمل لكم. انا بقى فيا الحال كيفاش داك السيد شافوه الحمد لله ناجح في حياته داروا ليه التوكال. انا ما عرفتش واش هذا توكال ولا مرض وراثي ولا شنو، ولكن كيف ما كان الحال ما خش بنادم ياذيه. واش هذا كامل حسد؟ واش الحسد يوصل بنادم انه يوصل خوه المسلم لهاد البلاصه هادي؟ وتحيه لهاد البلاصه هادي، هادشي راه ما يبغي لها الله لعبدو. انا طلع وي كتشوف ان اليوتيوبر نتوما اليوتيوبر انك كتضحكوا المغاربه، كتفرجوا المغاربه، كتونسوا المغاربه، يعني اخر اليوتيوبر مساكن يعني اخرتهم ما كاين لا ضمان اجتماعي لا ضمان صحي لا حتى شي حاجه. كتشوف حنا شوف هذا سؤال زوين، واخا ما توقعتوش على البال، حنا كيوتيوبر وكلي زانفلونسور وكمؤثرين حنا راه ما كنصنعوا والو، ما كنعلموا بنادم يدير والو، حنا فقط كنخلقوا الفرجه للناس. بحال دوك الافلام ديال هوليود وكتشوفوا بنادم كيشرب الدم ديال هذوك، حق عندهم معنى حقاش عندهم بطاقات فنان ومخرجين وخاسرين ليه فلوس، وحنا اللي كنخلقوا الضحك فابور بلا ما تدير كاميرا بلا والو. غضحك عباد الله، يقدر بنادم يحبك انت وانت اللي ما كتصور كاميرا ماشي شي حاجه، وتقدر انت تضرب النسبه ديال المشاهدات على ناس اخرين. يعني بلا ما نسميهم كيحاربونا، حنا باغيين يحيدونا من الطريق، لاننا حنا الحمد لله التلفازه ما بقى كيتفرج فيها حتى شي واحد، وهذه الهضره نقدر نقول. وهذا ماشي هذا السؤال ما كنتش معول عليه. شفنا انك كنت متبع من المتبعين ديال الحاله الصحيه ديال الشينوي، تبعت الاحداث شنو وقع له؟ انا الصراحه ما نكذبش عليكم، الياس المالكي كيفاش كان رد الفعل ديالكم اللحظه ملي تقبل من المساهمات من طرف الكويريا الكبار على مستوى المنتخب؟ اللحظه ديالي غنفرح على انا كيفاش غادي نشوف نور الدين شنو غادي يتعاودوا معاه وبزاف الحوايج، ما غنفرحش. فرحت ليه وعرفت الحمد لله بان كاع دوك المشاهير الكبار علينا راه عندهم ضمير وعندهم انسانيه، وهاد اللعيبه هذا الله يجازيه بخير، لان مبادره زوينه دار قدام المغاربه، وفرحت. ونزيد نقول لكم واحد القضيه، قسما بالله العلي العظيم وما كذبتش عليك، انا قبل ما يطرى هذا الشيء انا كنت تواصلت مع المراه عندي. دابا الاخوان كيف كتشوفوا، اسمحوا لي كيف كتشوفوا دابا هاد لي زانفلونسور مساكن ما عندهم لا ضمان صحي لا والو، دابا بحال نزار هو مسكين كانت فيه 84 كيلو هو شوف كيضعف، ما عرفناه حتى هو توكال، ما عرفنا لا اله الا الله، شوفوا حاجبه مسكين. ها انتوما زيدوا الكاميرا، لا عايشوفوا عايشوفوا صافي انا طالع فوق، ماشي مشكل. نرجعوا للموضوع ديالنا، المهم سمحوني على هذه القضيه هذه ما ضربناش ليها الحساب. صديق صاحبي شويه داير ماشي مشكل، عاد قلت له الامر، قلت له نزام تيري في وراه بجديه وما خداش بجديه. مالي انا كنت تواصلت مع المراه قلت لها شوف كاين واحد السيد انت راه طلعت مع خضيف ماشي مره ماشي جوج، خاصو عافاك شوف انت كتعرف في جمعيات كتعرف في الناس اللي كيديروا هذه المساعدات. يعني انا كنت غادي ندخل لا انا لا الزوجه ديالي، مي ملي الحمد لله دخل الياس المالكي ودخلوا اللعاب ودخل، اش انا ما نتبعش بزاف ما نكذبش عليك، هادشي فرح.
وانا قسما بالله العلي العظيم انا كنت واجد بمدينه قنيطره. انا ملي سمعت بان الشينوي كان في السبيطار راه كنتحجوا زياره. انا كنت في المدينه علاش ما نمشيش لعندك؟ الشينوي ولا مازال؟ وحاليا راه مازال ماشي والو. خلاونا ندخلوا راه هادشي اللي بغينا، ما خلاوناش. المهم راه قلنا كلمه زوينه في حقه. انت اول يوتيوبر اللي زار الشينوي، اش بغيت تقول للناس اللي واقفين معاه؟ انا كنشكر، انا صراحه غنشكر الناس اللي وقفوا معاه. يعني ماشي غتقولوا غير، انا ماشي كنشوف الشينوي كواحد الانسان تعاطفت معاه، انا كنشوف كانسان بادي من والو عزازين عليا انا ولاد الشام. يعني كنشوف انا قلبه اشنو فيه، وهذا الشكر اللي غنشكركم راه من القلب. انا اي واحد تعاون مع الشينوي ولا اي واحد قام بالفرحه بسببه بزاف الحوايج، انا كنقول لهم شكرا بزاف، شكرا بزاف والله يجازيكم بخير. والحياة راه ما دايماش، الإنسان هو اللي يديرها زوينة في أول مسلم. يعني دابا حاليا الشينوي راه كيبان لي دابا حاليا فرحان وغادي يتعجب بزاف الحوايج، وشكون سبابه؟ راه هما نتوما، وفرحة، يعني باش تشوف واحد غتدخل عليه الفرحة في قلبه، راه واحد السعادة راه لا مثيل لها، وحسنات من عند الله سبحانه وتعالى وكنشكرهم بزاف. شنو رسالتك لهذوك الناس اللي تيأذيو الناس؟ رسالتي لهذوك اللي كيأذيو الناس، أنا صراحة كون عرفت، أنا كنتمنى يبان شكون هذا الإنسان اللي دار نور الدين الشينوي هذه الحاله. واش توكال؟ المهم ما نقولش ضروري توكال، اقسم بلا اله الا الله ومن خلق السماوات والارض الى اني اللي غنتكلم، غنعطي المحامي ديالي الاستاذ فيصل من هيئه الرباط، وغادي ندخل رئيس جمعيه هيئه الضمير الوطني لحقوق الانسان سعد المزيد في الجزائر، وواحد المستشار بزاف الامور، اقسم بالله من الرحمه، لان اي واحد كيبغي يادي خو المسلم هذاك بالنسبه لي كيبان لي الموت حلال سالينا. ونور الدين الشينوي واش غتأدي فيه؟ ابلاتي ابلاتي ابلاتي، اش غتأدي في نور الدين الشينوي؟ دخلت عليكم بالله. السيد الحمد لله ماشي شي واحد زاد لاباس عليه، يتيم، انتم كتسمعوه يتيم، بادي طالع، جيت أدي في صحته، اغلى ما عنده، الصحيحه اللي كيكسب تحيدها لي، مالو مفرقع كينيدي، ولا يدير شي دم، ولا هو اللي محارب مع غزه دابا. وبنادم لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عرفتش بنادم أنا كيفاش كيحط فراسه، كيفاش كيحط راسه في المخدة هاني، ما عرفتش كيفاش مرتاح، هادشي ما بغاش يتفهم ليا، والله شوف، والله دوك كل مسلم، وأنا هاد السيد هذا، أنا كنتمنى يكون كيشوفني، أقسم بالله العلي العظيم، ومشيت نعرفه ولا يعرفه، أول واحد غادي يتكلم فيه ما بين دوك بزاف الناس، راه هو أنايا، راه والله العلي العظيم من الرحمة، في إطار قانوني. شكرا لك، شكرا.